انا بس عايز اقول للمصريين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، المدينه دي كانت متخطط انها تتعمل من 3 سنين، مش تمام. كده يا كامل؟ ولكن طبعا الظروف اللي كانت موجوده، انا بس بقول الكلمه ديت، الظروف اللي كانت موجوده واحنا بنحاول ننهيها دلوقتي وان شاء الله ننهيها، هي اللي اخرتنا ان احنا حتى بمقاولين من شمال سيناء، مش كده؟ تمام يا فندم. انا بس بقول الكلام ده عشان تعرفوا انه كان المطلوب انها ما تتبنيش ابدا ولا تعمرش، تفضل كده وتتخرب وتتهد. ف انا بس بالمناسبه كمان مش شايف في مدارس في المدينه، انت عامل حضانات وعامل، مش المدارس فين؟ ده 10,000 وحده، يعني لو كل وحده فيها طفل او تلميذ يعني هيبقى 10,000، مش كده؟ متخططه يا فندم. ها؟ متخططه يا فندم. طب اصل ما اتقالش يعني. لا ما ذكرتهاش، لكن متخططه. طيب يعني نعمل المدارس، واذا كان في نادي يتعمل تمام يا فندم. وحاجه ثقافيه وكده تمام يا فندم. وهنا الجوامع هتبقى محتاجه جهد، جهد كبير جدا، عشان الفكر اللي هو اللي موجود ده نقدر نكافحه يعني. ان شاء الله. يبقى فيه اهتمام شديد قوي، ولا نسمح لاي احد ان هو يبقى موجود هنا يعني. اتفضل يا كامل. ان شاء الله.